يعني أول شيء بدي وجه تحية لمفتي الأزهر على الموقف اللي اتخذه اليوم، وهذا موقف كبير، وهو موقف يثبت بأن الأزهر سيبقى، كان وسيبقى لكل مسلمي العالم قبلة، وسيبقى الأزهر هو المرجع لكل مسلمي العالم. وكم نتمنى أن تصبح مصر هي قائدة لهذه الأمة، قائدة لهذه الأمة، لأن إلغاء كل المشاريع المذهبية والزواريب المذهبية في هذه الأمة لن يتم إلغاءها إلا باستعادة دور مصر، دور مصر الريادي الذي يحاول البعض اليوم أخذه وإدخال الأمة في هذه الزواريب. لذلك أوجه التحية للمفتي الذي تحدث اليوم عن العلاقات بين المسلمين بشكل ولا أروع. فالأمر الآخر هو المطروح اليوم بموضوع السعودية والعلاقة مع السعودية. يعني بصراحة هالجماعة عاملين حالهم شحادين، يعني الدولة اللبنانية ما بعرف أنا ليش ما عنده شيء تعمله إلا تتسول وتمد إيده، يعني ما عارف أنا عشو هالركض هذا كله لاسترضاء أمير، إذا زعل أمير أو رضي أمير، يعني شو إذا زعل أمير أو رضي أمير، خلص مش الحال يأخذ مصرياته بالآخر. يعني هذه الطريقة بالتسول باسم اللبنانيين، لا كرامة اللبنانيين تسمح لهم أنه كم واحد بدهم يسرقوا مصاري يتسولوا باسمهم، ولا كرامة اللبنانيين بتسمح لهم أنه يصيروا هن موظفين عند السعودية وغير السعودية. نحن مع أفضل العلاقات مع كل الدول العربية، أكيد نحن مع علاقات جيدة مع السعودية، ما حدا عنده مشكلة، ولكن نحن لسنا أزلاما للسعودية، ونحن لسنا إمارة سعودية في لبنان. نحن لا نقبل بأن نكون ولاية إيرانية، ولا نقبل بأن نكون إمارة سعودية كمان. مش نحن إذا زعل الأمير بده يهتز الأمن بالبلد، وإذا رضي الأمير بده يمشي الحال، وإذا ما بعرف سحب الأمير مصرياته عمره ما يرجع هو مصرياته. نحن بلد غني، بس أنتوا الحرامية اللي مش عم تخلوا فيه مصاري. هذا البلد فيه مصاري، وهذا البلد غني وعنده موارد، بس ولكن أنتوا مبارح أنت يلي كنت عمالي بتزيع بيان كتلة، بيان 14 أزار كمان جابوه من الدبوم بيرح، نفضوا عنهم الغبرة وجابوهن على الاجتماع، يعني يا ريت بيشاورون بالقضايا المهمة، نفضوا عنهم الغبرة وجابوهن وطلع يزيع باسمه. ما انت قارت مليار دولار، ما انت هول مليار اللي عم تبكوا عليهن اذا اعطيتنا هني بيمشي الحال، ما بيعنش في عنا مشكلة. بعدين عشو دايرين تعملونا شحادين؟ خيي عمرهم ما يرجعوا هني ومصرياتهم. شو هالخبرية هيدي اللي كأنه نحن عايشين كلبنانيين على 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 كم قرش عم يبعتون من السعودية؟ يوم بيبعتون، يوم بيسحبون، يوم الملك مات، يوم الملك عاش، يوم ولاد الملك بدن، يوم ولاد الملك ما بدن. شو هالكلام؟ ما كلنا عارفين الهبة مش كذبي. الملك عبد الله تبرع فيها صادقا، هالزلمة حول مليار دولار على مصارف السعودية، ما كل الناس بتعرفها، من الرئيس تمام اسلام للرئيس نبي بري لكل الناس، وهني عم يخبروها الخبرية. يا أخي تبرع بالمليار دولار، انسحب منه 107 مليون للأمن العام، انسحب منه شوي لقوى الأمن الداخلي، مات الملك بالآخر، ولاده سحبوا بقية المصاري وبلغوا الكل انه هني ما بدهم يدفعوا الباقين. عشو عم تكذبوا؟ عشو عم تعملوا هالهمروجة؟ وعشو جايين تتهموا حزب الله؟ يا لطيف شو عمل؟ ما اصلا الموقف تبع حزب الله موقف صار له اشهر، يعني هذا منه شيء جديد. تاني شيء، يعني الخطاب الاخير للسيد حسن لم يكن بقساوة الخطابات السابقة. طيب عشو رايحين باتجاه التصعيد على لبنان؟ عشو انتو كلبنانيين عم تشاركوهن بهذا الاتجاه؟ عشو انتو كلبنانيين قاعدين عم تسوقوا ما عندكن شيء انه انا خي ايران اذا بدها تساعدني وتشارت علي بديش مساعدتها، انا ايران اذا بدها تدعمني وتعمل اشتراطات علي كل يوم الصبح قوم صلي الصبح لايران والظهر لايران وعشي لايران، ما بدي مساعدتها يا اخي. وانتو كمان، يعني انا اذا كل يوم بدي اقعد يعني مجموعه امراء ما بعرف شو في بيناتهم، مختلفين ببعضهم، قاعدين عمالي بيختلفوا على الساحه اللبنانيه، انا كل يوم بدي اقعد صلي لهم وبدي يعني بدي 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 اقعد شيد فيهم؟
تحتلي يعطوني قرشين يلعن أبوك الروح ووفروا مصاري سرقة. عنا أغنى منهم نحن يا أخي، والله نحن أغنى منهم يا أخي. وفروا نهب من الجمارك للتليفونات، لا بلشوا اشتغلوا بموضوع الكهرباء واستعيدوا موضوع الكهرباء، شجعوا اللبنانيين على العودة، والله العظيم نحن أغنى منهم. خلاص طلعوا بقى من منطق الشحادة، انتوا مجموعة شحادين، لستوا رؤساء ولستوا وزراء ولستوا نواب، انتوا شحادين. طلعوا بقى من منطق الشحادة، ما بنا مصرياتهم، ما بنا مصرياتهم. خيي انتوا اليوم جايين عمالي بتهتموا هممكن الموقف العربي والتضامن، ولخي روحوا شيلوا زبالات، ولك روحوا اتفقوا على الزبالة يا سماسرة. ولامبارح كنتوا عاملين صفقة مع شينوك شايلين 60 دولار، بدكم تقسموها بيناتكم، هذا الاخد 10 وهالاخد 6 وهالاخد 5 وهالاخد 2 دولارين عطون. روحوا شيلوا زبالاتكم، روحوا اعملوا حل للزبالة قبل ما تحكولي بقضايا العالم كله. شو الموضوع؟ شو هو موضوع النائب النفس؟ مين اللي خرب النائب النفس غيركم؟ ما انتوا اللي بلشتوا تبعتوا سلاح على سوريا باول اسابيع بالازمة، سلاح يفوت على حمص من لبنان قبل ما تركيا بلش تفوت سلاح، وقبل ما الاردن بلش يفوت سلاح. ما انتوا اللي فوتوا سلاح على سوريا، واليوم بتجوا بتحكوا بالنائب النفس. ايه عال يبلش سلمان بن عبد العزيز ومحمد بن سلمان بالنائب النفس، ونحن منبلش بالنائب النفس، منشوف منتناقش بالموضوع. يبلشوا بالنائب النفس بسوريا، يوقفوا ارسال الارهابيين لسوريا وارسال المال لسوريا. اما تجي تقلي انت كل يوم انا بدي ذكر بانه انا متضامن مع العرب، ايه بتضامن مع العرب، مش حساب وحده الداخليه انا، وبتضامن مع العرب مش ضد سوريا وايران، بتضامن مع العرب، ايه بتضامن. طعوا هي موضوع القدس، طعوا تنضامن عليه، طعوا تنضامن بالقضايا العربيه الاخرى، بس تيجي تقلي بك تتضامن معي. ليش انتو شو خليتوا من التضامن العربي؟ ذبحتوا ليبيا، حاولتوا تذبحوا مصر بدعم الاخوان المسلمين، بعض العرب طبعا، ذبحتوا سوريا، شو خليتوا من التضامن العربي؟ اي تضامن عربي عم تحكوا عنه؟ شو هالكذبة هاي اللي عم تحكوا عنها؟ اي تضامن عربي؟ بعدين كل يوم بيطلعوا بيهددونا باللبنانيين وبدون يشحطوا اللبنانيين. ليكو اللبنانيين لما راحوا عايديك البلاد كانت صحراء، ولو ما بعازي لهم ما اخذوهم. واللبناني مش راي عمالي بيشحض، راي عمالي بيشتغل بتعبه وعرق جبينه وعم ياخد اجاره بسيطة، عم تجيبه فيه نود وفيه، ما بعتقد بتمونوا على موقف الهند ولا على موقف بنغلاديش ولا على موقف باكستان ولا على موقف اوروبا اللي عم تجيبوا منها شغيلة. شايفين هالبلد بلد صغير، خلونا نتمقطع فيه ونضلنا كل يوم نهددهم منشحتكم. انتو عندكم مصالح ونحن عنا مصالح، خلينا نتفق على الموضوع، ما حدا يهددنا بهالموضوع، لانه هذا البلد بس تلعبوا فيه بيعرش عندكم فيه موطئ قدم، لا انتو ولا اللي بيشد عمشاتكم. هذا موضوع بده يكون واضح للكل. وانا بستغرب هون موقف الامارات العربية المتحدة، هذا الموقف اول ما يخالف اخلاق الشيخ زايد وسياسة الشيخ زايد اللي كان يتصرف بانه لكل العرب، وكل العرب استفادوا من خيرات الشيخ زايد. بستغرب انا انه الامير محمد او الشيخ محمد او الشيخ خليفة او الشيخ عبد الله يتصرفوا بعكس ما اوصاهم الشيخ زايد وبعكس ما تصرف الشيخ زايد طيلة فترة حكمه بالامارات. والامر الاخر موضوع الشارع، كل يوم حدا بيهدد بموضوع الشارع، لعبة الشارع اياكم حدا يلعبها. الامن خط احمر ويجب ان يبقى خط احمر، وعا حدا يفكر في يلعب لعبة الشارع، لأن اللي بيلعب لعبة الشارع رح ينجر بالشارع ورح يتبهدل بالشارع. انتبهوا لهالموضوع. وأنا هون أناشد الرئيس سعد الحريري أن يأخذ الموقف العقلاني وأن يكون أكثر عقلانية من بعض اللي عمالي بحرضوا بهالموضوع، وأن ينتبه بأن لبنان بحاجة لعودته، بحاجة لعودته لإطلاق حوار وليس للمشاركة في الفتنة الذي يريدها البعض. الأمر الآخر موضوع الجيش. يا خيي نحن كلبنان ملزمين بأنه نسلح الجيش، ولبنان قادر أنه يسلح الجيش، ولبنان قادر أنه يأمن للجيش كل مستلزماته. ولكن هذا القرار بمعاقبة الجيش قرار واضح، هو ردا على مواجهة الجيش للإرهاب، هو ردا على دور الجيش في مواجهة الإرهاب. ويبدو بأنه الخطوات اللي اتخذها الجيش وقيادة الجيش
قد أوجعت هؤلاء الناس، لذلك قاموا بهذه الخطوة. الجيش يقوم بخطوات جدية بموضوع مواجهة الإرهاب، ويبدو بأنه هذه الإجراءات اللي اتخذها الجيش، اللي قام فيها الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، يبدو بهذه أنه هذه الإجراءات أوجعتهم، فاتخذوا يريدون الجيش ساهل جور، يريدون الجيش بأن لا يقوم بواجبه. وعندما قام الجيش بواجبه انعملت هاي الحملة عليه. أما ما في إلى أي مبرر أصلا، كلنا عارفين كنا المنحة منا مش رح توصل، كنا عارفين من الفرنسوية وجردة أصلا من سنة عرفنا أنه هذا موضوع ما رح يمشي، رح يمشي جزء منه اللي مشوا هالعشرين بالمية اللي تحولوا والباقي ما رح يمشي. فحاج تحولوا علينا، واللي بده يعتبر أنه حزب الله هو من يقوم بخربطة هذه العلاقة مع السعودية، يجب أن يعلم بأنه حزب الله ولا يوم كان عنده إلا أجندة لبنانية، وحزب الله ليس وحيدا في هذه المواجهة، بل هناك قوى كثيرة ستكون إلى جانب حزب الله في هذه المواجهة إذا أرادوا المواجهة. أما إذا أرادوا الحوار فالحوار له طرق معروفة، والأهم شيء مثل ما قلنا عدم اللعب بالأرض، عدم اللعب بالأمن، ومش كل يوم نفلت الزعران على الطريق، لأنه هذا موضوع ما حدا في يضمنه ولا حدا في يضمن نتائجه. مع الوزير بعد يومين من الهجوم من تيار المستقبل من خلف السعودية على حزب الله، شو بتشوف مصير ترشيح تيار المستقبل للسلام الفرنجية، وشو بتوجه له؟ يعني ماشي، الوزير الفرنجي أخونا وصديقنا، ولكن بس الظرف اللي يعني اللي أعلنوا ترشيحه فيه كان ظرف صعب، وهن طبعا بدون ما يقصد الوزير الفرنجي هن حاولوا استغلال هذا الظرف، وكان هناك خطة واضحة. الخطة ظهرت الآن. الخطة الأولى كانت واضحة، هي ضرب العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله كمقدمة لهاي الحملة اللي عم نشوفها اليوم على حزب الله. كان المقصود تعرية حزب الله من العلاقة مع التيار الوطني الحر، وبالتالي تعريضه وطنيا، لأنه هن كانوا يمكن بيعرفوا أنه لا حزب الله ولا نحن ولا غيرنا قادر أن يرفض خيار كخيار سليمان فرنجي، لأنه هذا بالنسبة لنا كمان خيار استراتيجي، ولكن كان الهدف منه اللي عم نشوفه هلق. بس فشلت هيديك الخطة، انتقلوا إلى الخطة البديلة، الضغط على اللبنانيين. يا لطيف رح تخترب بيوتكم، خي اللبنانيين عندهم 150 مليار دولار ودائع بلبنان، عندهم 150 عاوزين مليار دولار من السعودية تاخدها عمرها بترجع وياه. شو هالقصة عادي، عنا 150 مليار دولار ودائع، نحن قوتنا هي باقتصادنا، قوتنا بالثقة اللي موجودة بالنظام المصرفي عنا، وقوتنا بأموال اللبنانيين. صار كل واحد بده يشحدنا فرنك، بده يركب على ظهرنا يروح حلو عنا، بدكن يركبوا على ظهركن إلكم، ما تحكوا باسم اللبنانيين. انتم معودين على هالقصة، اللبنانيين مش معودين على هالقصة ولا بدهن اياها. انتم معودين تكونوا ازلام عندهم وتشحدوا عند الامراء، نحن خيم ما بدنا اياه هالشغله، ونحن اذا حليفنا بده عملنا هيك كمان ما بدنا اياه. هل تعتبر استقاله ريفي يتيمه ام ان الباب لتعطيل عمل؟ استقاله الوزير ريفي واضح بان هي مشكله مع الرئيس سعد الحريري، يعني ما بعتقد انه الى ابعاد تاني، ولكن يعني زلمه بالاخر عنده كرامته، يعني تصرف بما طول ملي لا يعفي. يعني الرئيس الحريري عمل موقف، هو يرد على الموقف ولم يتزلف. أنا بحترم عادة الشخص اللي بيعمل هيك.